الآن بالوصفة الأولى اللي هي الدجاج والبطاطس. الأولى. تمام. نمشي بس كذا على المكونات قبل ما نبدأ على السريع. أكيد عايزين دجاجة بدها تكون بين الكيلو ونص واثنين كيلو. حلو. عايزين زبدة. عايزين ملح ملح خشن. عايزين بهار. عايزين زعتر بري. زعتر البري. النعنع. يا سلام. إكليل الجبل. الله. والتارجون. احنا راح نسوي بوكيه منها. صحيح. وعندنا كمان الثوم. جميل. يلي راح ندخلهم كلهم بهالطنجره. حلو. وعندنا البطاطس، ملح وفلفل، وزبده المراعي، ودجاج اليوم. واليوم راح نعمله. واليوم وجودته ما يحتاج. حلو. فالان راح نبدا بالدجاجه. انا ما ادري شلون، بشوف كيف راح تهمزها نص ساعه صراحه. يا سلام. حلو. يعني بتعرف انت اليوم اذا بدنا نصنع بمعظم المزاريع يلي بيصنعوا الزبدة، الجبنة، شو بحطوا للبقرة؟ أنا عارف إنه يعني يخلونها ما تتحرك كثير، يأكلونها زين، بحطوا لها موسيقى، بحطوا لها موسيقى تتطلع نوعية الحليب أفضل، تتكون مرتاحة. حتى بعضهم أدري إنه يهمزونها برضو، خاصة تتكون مرتاحة. الواجو اللي في اليابان ما تعمل ستريس. أوكي. بس هذه هي عايشة، هي بعد الذبح. إيه هلأ بعد الذبح. بعد الذبح. بنعمل لها المساج. أوكي. رح نبلش نأخذ الزبدة، بدنا نقطعها مكعبات. أساعدك فيها. صغيرة. أيوة. جميل. هلأ يلي رح نبلش نعمله. بدنا نحط. حلو. مكعبين. من جوا. احنا لسه ما خلصنا تدليك صح؟ لا بعد ما بلشنا. ما بدينا. حلوين. طبعا الزبده اتوقع مكون اساسي في المطبخ الفرنسي صح؟ اكيد. ويستخدمونه دائما في المطبخ سواء الوصفات الحاليه والمالحه. صحيح. فزبده المراعي تنفع الوصفات دائما الحاليه والمالحه، وعندنا هنا بعد ما فتحت الدجاجه اضافت الزبده داخل. واتوقع قاعد اشوفك تحاولين تحطينها ما بين الجلد وال صحيح، راح احط بمحلين. أوكي. وبعدين راح دلكها شويه بالزبده. فهذه ان شاء الله راح تطري اللحمه اكثر وتخليها احلى في الفاينل ريزلت. اوكي. هلا بدي اعزبك بليز، بدنا نحط ملح. اوكي. وبدنا رشه بهار كمان. بهار اللي قصدك فلفل اسود صح؟ صحيح. اوكي كثير منيح. فهذا بنسوي الوجه الثاني ولا بس جهه واحده؟ لا هلا يلي رح نعمله رح نفتح الطنجره. حلو. رح نبلش اول شيء نحط اكليل الجبل. بدي اعزبك شويه زيت زيتون. يلا اكيد. حطيت كثير. احنا قاعدين ندلع الدجاجه. حلو. هلا مضبوط انه زيت الزيتون كثير منيح للصحه بس فيه كثير سعرات حراريه ف ننتبه شوي كده. تمام. اوكي تمام. حلو. بدنا كمان نرجع نعيد حركه الملح والبهار في الجهه الثانيه. صحيح. تمام. فالجهه الاولى حطينا عليها فلفل اسود وملح، الجهه الثانيه الحين. طبعا ما شاء الله حتى فرنسا مشهوره بانتاج الملح ومو اي ملح. فلور دو سيل. ايوه مزبوط. ملح يعني نوعيته مره فاخره، وحتى البروسس حقه ولونه مميز، يصير لونه اقرب للرمادي صح؟